السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الثاني من أول مستوى في اللغة الإنجليزية وهو المستوى A1. سنتعلم اليوم ضمائر الفاعل Subject Pronouns. الفاعل Subject، ضمائر Pronouns. إذن ضمائر الفاعل بالعربية هي أنا، أنت، أنت، هو، نحن، إلى غير ذلك. سنتعلم جميع هذه الضمائر بالإنجليزية في هذا الدرس. فلنبدأ بأول ضمير فاعل Subject Pronoun وهو الضمير أنا. إذن أنا نقول I. أنا I. أتناول Eat. Eat. الفطور Breakfast. Breakfast. في in الصباح the morning. أنا أتناول الفطورة في الصباح. I eat breakfast in the morning. I eat breakfast in the morning. إذن الضمير أنا هو I. هذا هو أول ضمير فاعل في الإنجليزية Subject Pronoun I. الجملة الثانية أنا كما قلنا I أحتاج need أن أذهب أن to أذهب go إلى to المتجر the store. أنا أحتاج أن أذهب إلى المتجر. أنا need to go to the store. I need to go to the store. I need to go to the store. الضمير الثاني you. إذن you يعني أنت، أنتي، أنتما، أنتم، أنتن. يعني ضمائر المخاطب عندما نخاطب شخصا أو أكثر كلها تعني you. إذن أنت you تبدو seem متعبا tired. أنت تبدو متعبا. You seem tired. You seem tired. كما قلنا أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن كلها تعني you. إذن أنتم كذلك نقول you. ضمائر المخاطب عندما نخاطب شخصا أو أكثر. إذن أنتم you تستطيعون أو يمكنكم نقول can. الغناء sing. أنتم تستطيعون الغناء. You can sing. You can sing. ضمير الفاعل هو نقول he، لكن لاحظ معي يجب أن يكون شخصا. مثلا نقول هو يشاهد الأخبار أو أحمد يشاهد الأخبار. أحمد هو عبارة عن شخص، يجب أن يكون شخص. نقول he يشاهد watches الأخبار the news. كل every مساء evening. هو he يجب أن يكون شخص يشاهد الأخبار كل مساء. He watches the news every evening. He watches the news every evening. هو كذلك يجب أن يكون شخص. هو يعجبه أن يقرأ الكتب، أو نقول أحمد شخص يعجبه أن يقرأ الكتب. إذن هو he يعجبه أو يحب نقول likes.
أن يقرأ أو قراءة نقول to read. To read. أن يقرأ الكتب books. Book كتاب واحد. Books كتب جمع. إذن هو يعجبه أن يقرأ الكتب. He likes to read books. He likes to read books. الضمير هي كذلك يجب أن تكون شخصا. نقول هي يعجبها أن ترسم أو أمينة. أمينة شخص. أمينة يعجبها أن ترسم. هي she. She يعجبها أو تحب نقول likes. Likes أن ترسم. أن to ترسم paint. Paint هي يعجبها أن ترسم. She likes to paint. She likes to paint. She likes to paint. هي كذلك شخص. هي تشاهد الطيور أو أمينة تشاهد الطيور. هي she. إما نقول تشاهد الطيور أو تراقب الطيور. إذن تشاهد watches. Watches الطيور the birds. The birds. Birds الطيور. في in الحديقة the garden. The garden. Garden هي تشاهد أو تراقب الطيور في الحديقة. She watches the birds in the garden. She watches the birds in the garden. لاحظ معي إنه يطهى بسرعة. ماذا نقصد؟ نقصد الطعام يطهى بسرعة. إذن الطعام عبارة عن شيء وليس شخصا. عندما نتكلم عن شيء أو مكان أو حيوان فإننا نستعمل ضمير الفاعل it. إذن إنه تعود على الطعام والطعام هو عبارة عن شيء. إذن سنستعمل it. لا نستعمل it مع الأشخاص بل نستعملها مع الأشياء والأماكن والحيوانات. يطهى cooked. Cooked بسرعة quickly. Quickly في in الميكروويف. The microwave. Microwave the microwave. إنه الطعام ليس شخصا بل هو شيء لذلك استعملنا it. يطهى أو يطبخ بسرعة في الميكروويف. It cooked quickly in the microwave. It cooked quickly in the microwave. لاحظ معي هذه الجملة. إنها تبرد الغرفة. كذلك نقصد بها المروحية تبرد الغرفة. المروحية هي عبارة عن شيء ليست شخصا بل هي شيء. عندما نتكلم عن شيء أو مكان أو حيوان نستعمل الضمير it. إذن إنها it. It لا تستعمل مع الأشخاص. تبرد cooled. Cooled الغرفة the room. The room في on يوم حار. يوم a day. A day حار hot. إذن يوم day هو الاسم وقبله نكتب الصفة. حار hot نكتب الصفة قبل الاسم. إنها تبرد الغرفة في يوم حار. It cooled the room on a hot day. It cooled the room on a hot day. It cooled the room on a hot day. ضمير الفاعل نحن.
وي وي نحتاج نيد نيد أن ننظف أن تو ننظف كلين كلين غرفتنا لاحظ معي غرفة نقول روم غرفة غرفة روم غرفتنا our room غرفتنا our room we need to clean our room we need to clean our room نحن نحتاج أن ننظف غرفتنا نحن كذلك نقول we نلعب play play كرة القدم football 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 بعد المدرسة بعد after after المدرسة school school we play football after school we play football after school نحن نلعب كرة القدم بعد المدرسة إذن we نحن بالنسبة لآخر ضمير they إذن they تعني هم هما هن إذن جميع هذه الضمائر ضمائر الغائب في الجمع فإننا نقول they إذن هم نقول they هما كذلك نقول they هم هما هم هما هن كلها نقول they يشاهدون watch watch التلفاز نقول television أو نقول TV بعد after after العشاء dinner dinner they watch TV after dinner they watch TV after dinner هما they يأخذان الحافلة نقصد يستقلان الحافلة إلى العمل إذن يأخذان take take الحافلة the bus the bus إلى العمل إلى to العمل work work they take the bus to work they take the bus to work هما يأخذان أو يستقلان الحافلة إلى العمل إذا لاحظ معي لدينا الضمير أنا I ضمائر المخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن كلها نقول you هو إذا كان شخص مثلا نقول أحمد هو he هي إذا كانت شخص مثلا نقول أمينة هي she لكن إذا كان الفاعل حيوان أو مكان أو شيء فإننا نقول it he هو شخص she هي كذلك شخص it غير العاقل ليس شخصا نحن we هم هما هن جماعة الغائب هم هما هن نقول they شكرا جزيلا على المتابعة إذا أعجبكم الفيديو أرجو أن تدعموا القناة بلايك وتعليق أسفل الفيديو ألقاكم في الدرس القادم إن شاء الله